بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان عمل تقدير المواد، معدل لكل مادة في قواعد البيانات الداتابيز المايكروسوفت اكسس، التطبيق الرائع الخاص او اللي هو المسؤول عن عمل قواعد البيانات، ممكن نعمل به درجات المواد وتقديرات المواد. ده يعني الفيديو الحالي ده هو إجابة عن سؤال وصل لنا يعني من أحد الأصدقاء الكرام، عاوزين نعمل عندنا درجات المواد زي كده. ده الجدول بتاع درجات المواد: عربي، إنجليزي، رياضيات، دراسات علوم. وحاليا النموذج اللي احنا شغالين فيه ده كله من 100، ماشي. عاوز الولد لو في العربي جايب أقل من 50 يتكتب كده ضعيف، لو من 50 لـ65 يتكتب مقبول، بعد كده من 65 لـ75 جيد، 75 لـ85 جيد جدا، و85 لأعلى من كده، حد 100% ده ممتاز. بس ده في كل مادة، والكلام ده يتعمل تلقائيا في الجدول، وطبعا هيسمع بعد كده في الفورم اللي هنشتغل عليه. ده اللي هنعمله إن شاء الله في كل التفاصيل في الفيديو الحالي. وكمان الناس اللي هم بيحبوا يحتفظوا بالملف بتاع الشغل ده، ملف العمل الحالي ده، ملف الاكسس، هنرفعه على جروب الاكسل في الفيسبوك، وهسيب لك اللينك في الديسكريبشن في وصف الفيديو تحت هنا. يلا نبدأ على طول، نروح لوضع الديزاين عشان نشتغل عملي كده. عرض التصميم، انا شغال على اوفيس 2019، الواجهة العربية هي بالظبط نفس الواجهة الاجنبية، هي تمام. انا عندي عربي ده رقم، انجليزي ده رقم، رياضيات رقم، نوع البيانات التبت على البيانات، دراسات وعلوم. انا اختصرت على الخمس مواد دول عشان يعني ما نشعبش اكتر من كده، هي الفكرة واحدة هنعملها في كل المواد مرة واحدة، يعني هنشرح الخطوة وبعد كده هننسخها، بس هنعدل فيها بعض التعديلات. خليك معايا لان في يعني اشياء مهمة هتظهر معانا في التفاصيل. هنا انا الجدول بتاعي ده اسمه درجات المواد، دول الخمس مواد. انا عاوز اضيف حقل اسمه تقدير او معدل العربي، معدل العربي، معدل اللغة العربية. الحقل ده هيكون عبارة عن محسوب calculated، ماشي. من نوع البيانات هنا تختار محسوب، لانه هيحسب، هيروح يبص على درجة اللغة العربية. اذا لقاها، طب تعالى نكتب الكود بتاعنا كده. الاول هو فتح لي منشئ التعبير الماكرو بيلدر، اكسبريشن بيلدر، حاجه زي كده يعني، تمام. تعالى بعد كده هنعمل يساوي، وهكتب بالانجلش اف، قاعده اف، اي اف اف، اي اي اف اللي هي دي، تمام. وهضغط عليها دبل كليك، هيكتب لي الاي اف، اي اي اف ده اللي هو قاعده اف، وبيقول لي انت عاوز ايه. فهقول له اللغه العربيه، انا حاليا معامل معدل عربي، يبقى هختار ماده اللغه العربيه. بقول له لو اللغه العربيه، اعمل فاصله منقوطه كده، مالها، لا مش فاصله منقوطه، لو اللغه العربيه اصغر من، اصغر من، انتبه للعلامه، ماشي، اصغر من كام؟ من 50. اعمل ايه؟ اضغط على فاصله منقوطه عشان انتقل للترو بارت. ترو بارت يعني الجزء الخاص بالقيمة لو فيها صحيحة، لو هو أقل من 50 اعمل ايه؟ هعمل دبل كوت كده اللي هو تو كوتيشن ده، علشان نكتب بينها النص اللي هو كلمة ضعيف بالعربي. طيب وبعد كده انا مش هكتب العربي غير في الاخر خالص، فهعمل كمان مرة فاصلة منقوطة كده سيمي كولن عشان انتقل للي بعد كده. انسخ دول كلهم كده بعد ما كتبت لحد الفاصلة المنقوطة، كنترول سي، واروح في النهاية واضغط واحد، كنترول في، كنترول في كمان مرة، كنترول في كمان مرة، كنترول في كمان مرة، اربع مرات او خمسة كده، ونبدأ نشتغل عليها. اول واحدة قلنا اقل من 50، التانية دي اقل من 65، تمام. التالتة دي اللي هو 50 اللي هتقابلنا بعد كده، خليها 75، وبعد كده 85، تمام. وبعدين بعد ال 85 احذف ده كله لحد العلامتي التنصيص دول، تمام. نحط بس الفاصله المنقوطه عشان ايه كده، والفاصله المنقوطه اللي في الاخر دي نحذفها، ونقفل الاقواس. فتحنا كام قوس؟ تعال نشوف كده، ادي 1 2 3 4، نقفل 4 اقواس، يبقى هنا لازم اقفل 4 اقواس، تمام. طيب بعد كده في حاجه مهمه عايزين نعملها، هنا بيقول لي 50، لو اقل من 50 هنكتب هنا بين القوسين دول، بين التوكتيشن دول، اغير اللغه العربي واكتب ضعيف،
طيب هو لو لقاه اقل من 50 هيكتب ضعيف ويطلع من الكود على طول، خلاص. طب ما لقاهوش اقل من 50، لقاه 65 مثلا او 60، هيروح للي بعدها، ماشي. لا اقل من 65 هيكتب مقبول، تمام. طيب ويطلع من الكود. طب لقاه اكتر من 65 هيروح للي بعدها، تمام. لو لقاه اقل من 75 هيكتب جيد ويطلع من الكود. طيب ما كان، لا هو اكتر من كده، هيروح يدور يدور يلاقيه اقل من 85 هيكتب جيد جدا. ولو ما كانش ده كله يبقى اكتر من 85 يبقى اخر واحدة دي نكتب فيها ممتاز، خلاص. ونعمل موافق، نعمل موافق ونشوف ايه اللي هيحصل. طبعا انا كان عندي هنا في بعض علامة يساوي كده شلتها. طيب تعالى نشوف معدل العربي ده، نشوف في درجات المواد، نعمل حفظ للجدول ونروح للجدول بتاعنا، طريقة عرض ورقة البيانات. نشوف كده معدل العربي نضاف هنا هو جيد، ليه؟ لان 66. تعال نغير 66 دي نخليها مثلا 40 ونبعد كده عنها، اتكتب ايه؟ ضعيف. طيب ال40 دي نخليها مثلا 60 مقبول. طيب 70 او خليها 77 جيد جدا، اتكتبت لوحدها، تمام. طيب 88 او 90 اتكتب ممتاز. تعال نروح للي بعد كده، طريقة عرض التصميم، وهنكتب هنا معدل الانجليزي، معدل الانجليزي او اللغة الانجليزية زي ما انت تكتب بقى، وهنخليه محسوب هو كمان calculated. اطلع من ده، خلينا نروح لمعدل العربي ده هنا في خصائص الحقل، هنا ننسخ ده كله كده كنترول سي، واروح على معدل الانجليزي واروح للتعبير ده تحت هنا في خصائص الحقل، وممكن ننسخه هنا او اضغط على منشئ التعبير سيميليشن بيلدر واضغط كنترول في واغير بس كلمه اللغه العربيه دي اخليها اللغه الانجليزيه من هنا ومن هنا كمان، حدد الحقل كده واضغط عليه مره واحده هنا بالدبل كليك، وكلمه اللغه العربيه دي نخليها اللغه الانجليزيه واللغه العربيه دي نخليها اللغه الانجليزيه، بس كده يبقى احنا عدلنا الكود، هو هو نفس الكود وعدلنا بس غيرنا كلمه اللغه العربيه باللغه الانجليزيه، خلاص. نعمل موافق ونروح نشوف الحق حفظ ونشوف كتب ايه هنا. الانجليزي 99 فاكتب لي ممتاز، طبعا هو ده. طيب نغير 99 دي نخليها 55، اكتب لي مقبول. نخليها مثلا 70 جيد، 80 جيد جدا، كويس خالص، حلو كده، تمام. طب لو اخترنا هنا حقل تاني وكتبنا فيه 55 كتب لي هنا مقبول، وطبعا العربي عشان صفر فكاتب ضعيف. طب نخليه 60 برضه هيبقى مقبول، 70 جيد كده يعني. طيب تعال نروح للعلوم والرياضيات والدراسات بسرعة كده. هنا طبعا أنا معايا حاليا، لو مش معايا في الذاكرة الكود بروح أضغط على منشئ التعبير ده اكسبريشن بيلدر واحدد ده كله، وبعدين نضغط كنترول سي، انا كده نسخته. هروح هنا اكتب معدل الرياضيات، معدل الرياضيات ونخليه محسوب، انتبه بسرعه كده هنعملها بسرعه، واضيف الكود كنترول في، انا في الرياضيات يبقى هاخد احدد ده دبل كليك كده واكتب الرياضيات، احدد ده دبل كليك واضغط الرياضيات 100، احدد اللغه الانجليزيه ده واضغط الرياضيات 100، واحدد اللغه الانجليزيه ده واضغط الرياضيات 100، دبل كليك كده بس، خلاص كده موافق. ونعمل معدل بعد كده الدراسات برضو نخليه محسوب، موضوع بسيط خالص، كنترول في نفس الكود ده، احنا في الدراسات يبقى هنا 100 دراسات 100، احدد بس الكلمه اللي عايز اغيرها اللي هي اللغه الانجليزيه، دراسات 100 دبل كليك موافق. كمان العلوم
عايزين نكتبه معدل العلوم عشان ما يتلخبطوش في بعض. معدل العلوم ده اخر حاجه، بس لسه هنروح للكود بتاع الفورم عشان نشوف الشغل بتاعنا هيكون ازاي فيه محسوب. خليك معايا، كنترول في اللغه الانجليزيه دي هنغيرها نخليها علوم، اللغه الانجليزيه دي نغيرها نخليها علوم. دبل كليك هنا ودبل كليك هنا كده، وهنا علوم بس كده، موافق. ونعمل حفظ ونشوف الجدول بتاعنا كده. طبعا الجدول هنا بقى كتير خالص. خلينا نضيف في الرياضيات هنا 10. طلع في معدل الرياضيات كام؟ معدل الرياضيات اهو ضعيف. طيب دراسات 58 85، طلع كام في الدراسات اللي هو ده؟ ماشي ممتاز. والعلوم طبعا هو كاتب لي هنا ممتاز عشان ما فيش قيمة، ولكن احنا ممكن نعمل القيمة الافتراضية بتاعت الجداول دي كلها صفر، وهنروح لها حالا نعملها حالا. هنا الولد ده جايب 100 يطلع ممتاز خلاص. طيب انا هروح للقيمة الافتراضية واخليها كلها صفر. يبقى اللغة العربية من هنا القيمة الافتراضية اللي هي دي خلاها صفر ماشي. ونفس الكلام تحت هنا الديفولت فاليو القيمة الافتراضية صفر، القيمة الافتراضية صفر من هنا. الدراسات القيمة الافتراضية صفر، العلوم القيمة الافتراضية صفر. تمام، حفظ نشوف الجدول. تمام كده. لو بدأنا نضيف هنا سجل تاني فيه 77 و88 و99 و66 و55 كده ماشي، طلع لي التقديرات طبعا زي ما احنا عاوزين. نروح حالا للفورم عشان في فكره حلوه في الفورم، في الفورم عاوزين نعملها، مش في الفورم طبعا، في الفورم. هنا نعمل اغلاق طبعا للجدول ده، وانا محدده كده اروح على انشاء كريت واعمل فورم مباشر كده، فهيعمل لي الفورم التالي اللي هو ظهر قدامنا ده. هبدا بس ان انا احدد الكل، وبعدين من تنسيق نبين بس الالوان بتاعتنا بولد والخط كده، ونكبر الخط بتاعنا ده نخليه مثلا 14 مثلا. كمان نعمل تصغير لده كده، ونروح لوضع التصميم حفظ. هيقول عاوز تحفظه باسم ايه، احفظه بالاسم اللي انت عاوزه. نروح لوضع التصميم، هفك بس ال، خلينا نحدد الفورم كله كده ونقول له غير ذلك منبثق اللي هو بوب اب نعم، عشان يبقى بره بره الشغل بتاعنا كده. اضغط على كليك يمين على الشبكه دي كلها، واقول له من هنا كده، واقول له تخطيط ازاله التخطيط عشان ابعدهم عن بعض، وابدا ان انا احدد المعدلات دي من اول معدل العربي اخده كده احطه قبل العربي، يبقى معدل العربي العلوم ننزل بيه تحت شوية، الدراسات قبل معدل الدراسات، الرياضيات قبل معدل الرياضيات، كود الطالب يطلع فوق شوية، العربي اهوت، الانجليزي هنا كده مثلا. وبعدين نحدد دول، ناخد لهم بس اي تنسيق اخر كده من هنا مثلا ده وده، دول اللي هنشتغل عليهم. ده التنسيق بتاعهم او الفيل بتاعهم يكون مثلا بالفيل ده، بس هنا ده عاوز يكبر شوية. ناخد ده كله، كل ده كده، ايوه كده. نصغر الفورم ده شوية على قد
الحاجات دي حفظ، وتعالى نشوف الشغل بتاعه. لاحظ هنا العربي، اللغة العربية، الولد ده جايب 88، المعدل بتاعه ممتاز، 80 جيد جدا في الإنجليزي، 10 ضعيف في الرياضيات، دراسات 85 ممتاز، وده 100 ممتاز. طب لو غيرنا ال 85 دي خليناها 90 مثلا، بقى ممتاز. طيب لا، هي كانت 60، دي مش 90، اتغيرت بقت مقبول. ماشي. السجل اللي بعد كده، الطالب اللي بعد كده، دي الدرجات بتاعته، واللي بعد كده دي الدرجات بتاعته، وده اللي بعده. لو كتبنا هنا في اللغة العربية 40، اتكتب ضعيف. ماشي. هنا في الإنجليزي 58، ده مقبول. هنا في الرياضيات 92، ممتاز. بعد كده 82، وفي العلوم 72. تمام. أصبح إن هنا عندي العلوم جيد، وده جيد جدا وممتاز، والتقديرات بتتكتب تلقائيا. وإن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله هنعمل هنا تنسيق شرطي للمعدلات دي، بحيث والدرجات كمان، بحيث الولد اللي جايب 40 ده فالدرجة بتاعته ضعيف، المفروض يطلع لي هنا يعني تنبيه لوني كده باللون الأحمر، وممكن يعني إن هو الولد ده راسب أو الدرجة بتاعته أقل من 40. وكمان الأخ العضو الكريم الصديق الطيب اللي سألنا السؤال ده عنده سؤال تاني، بيقول لي أنا عاوز لما الولد يكون جايب 49 في العربي، المفروض إن النجاح من 50، يعني 4 9. ماشي. فهو هنا كاتب لي ضعيف لأنه فاضل له درجة واحدة وينجح. ماشي. فأنا عاوز لما أكتب 49 تلقائيا تتحول ل50 والولد ده ينجح، لأن طبعا خلاص ده فاضل له يعني درجة أو نص درجة أو درجة ونص ولا حاجة، فعاوزين خلال الدرجة أو اتنين دي، ده طبعا هنعرضه في فيديو قادم. وكمان هنعرض إزاي نعمل إن شاء الله التنسيقات اللي هي الشرطية دي، ازاي نعمل تنسيق كده بحيث ان هو تلقائيا يطلع لي تنبيه او رسالة او تنبيه لوني ان الولد ده يعني راسب في المادة دي. احنا بنعتذر طبعا عن الاطالة في الشرح في الفيديو الحالي، ولكن المعلومة دي معلومة يعني قيمة ان شاء الله وتكون مفيدة. بنحاول قدر الامكان تبسيط المعلومات وعرض يعني الافكار اللي فيها والتفاصيل والمشاكل اللي ممكن تقابلنا، فيعني لا تبخل علينا بمشاركه الفيديوهات. طبعا هنحاول ان شاء الله، او هنرفع الملف العمل الحالي على جروب الاكسل، وهسيب لك اللينك في وصف الفيديو. اشترك في القناه وشارك الفيديوهات، ادعمنا بالمشاركات، القنوات التعليميه تحتاج الى دعمكم. شكرا للمشاهده الطيبه، والى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.